يا سلام. طيب، زي ما تشايفين أمس كنت في كافي وشفت ما شاء الله العمالة قمة في الأدب وفي الخلق وفي الرقي. قلت واجبنا أن نحسن إليهم بأن نهديهم بعض الهدايا، نتذكر أنهم يعيشون بعيدا عن يعني أهله، بعيدا عن أهليهم، فما أجمل أن نحسن إليهم، لا سيما أن في عدد منهم غير مسلم، فلما يرى أخلاقنا وابتسامتنا وكلمتنا الطيبة يعرف أن هذه من ديننا، هذه ما نتصنعها، هذه من ديننا. فحبيت أني أهديهم أكواب كافي مثل ما هم يعني أتوقع أنها تناسبهم. فيلا توكلنا. ستبنى بنا الأرض غربا وشرقا إذا ما رغبنا العلا المستحقة، تطوع بالجد فكر وكف لدرب النجاح مع الصبر شاقة. فبالخير نسعى إلى الغير دوما، وعند الإله لنا الخير أبقى. ترى المتطوع ثغرا بسوما وقلبا نقيا من الحب يسقى. والآن وصلنا إلى محل القهوة الكافي الجميل اللي تشوفونه اللي أمامكم. هذول اللي راح إن شاء الله نهديهم هذه الهدية البسيطة اللي ترمز لشيء كبير. كل شيء جاهز لتقديم هذه الهدية البسيطة. طبعا أنا ترى ما سألته يعني هل اللي راح نهدي مسلم غير مسلم؟ لماذا؟ لأن ديننا يأمرنا بالإحسان، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فأنت أحسن للجميع سواء كان مسلم أو غير مسلم، هذا ديننا. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أخذت هذه البطاقة الجميلة للتعريف بالإسلام، ويعني جميل أنك تضعها سواء كان مسلم أو غير مسلم. كان مسلم يزيد معرفة بالإسلام، وكان غير مسلم يتعرف وش هذا الدين. طبعا أخذتها من مكتب الروضة، الله يعطيهم العافية. راح أضعها الآن في الهدية حتى يصبح كل شيء جاهز ولله الحمد. هذا جاهزة الآن وهذه جاهزة، والحين نتوكل على الله. يا صادق الإحساس كن قدوة للناس، أثر بهم أثران يعليك في المقياس، ابعث لنا الأمان. شكرا، يعطيك العافية، ما قصرت. غير ولا تحتار، افعل لنا الأقوال، كن واضح الأهداف، كن خادما لنا، كن بذل المعروف، كن دائما الإنصاف. إن شئت أن تحيا بعد عن الأخطاء، كن ثابتا. كنت في السيارة وتوني بمشي قال لي لا لازم أهديك هدية مثل ما هديت لي. شكرا، ثانك يو ثانك يو. عبدا إذا أعطى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟